ما هو الأسهم الذي تركه هذا التدخل الروسي على الثورة السورية وابتدادها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ترك أثر التدخل الروسي في أرض سوريا كثير من الدمار وكثير من تشرد الناس داخل البلاد من منطقة لمنطقة وخارج البلاد بسبب ضرب بالقنابل الفوسفورية والقنابل العنقودية والصواريخ والأسلحة السامة، دمر 3/4 البلاد. هل ترى أن النظام يستطيع الاستمرار في المعركة إذا انسحبت روسيا؟ طبعا لا يستطيع الاستمرار. إذا انسحبت روسيا، بعض الميليشيات الإيرانية والميليشيات اللبنانية والميليشيات العراقية ما بيقدروا يصمدوا بأرض المعركة نصف ساعة. ما هي الآليات التي لدى المعارضة للوقوف في وجه هذا العنف والقتل الذي يمارسه الروس بحق الشعب السوري؟ هي عن طريق وحدة المعارضة السياسية والعسكرية في جميع المحافل الدولية لفضح هذا التدخل العدوان الروسي. هل ترى أن إطالة أمد الحرب لمصلحة روسيا؟ لا، نحن أصحاب أرض وروسيا دولة احتلال زج بها في هذه توريطها من قبل أمريكا في هذه المستنقع السوري. هل كان قادة الثورة على مستوى هذا التحدي من التدخل الروسي في الثورة السورية؟ والله هو التدخل الروسي يعني فينا نقول كان تدخل خطير، ونحن على مستوى نحن كشعب على مستوى الشعب العام يعني ما كنا نطمح طرح أكثر من هيك الحقيقة، ما كنا نطمح من الفصائل أكثر من هيك في بداية التدخل، ولكن بعد الشباب السوار ما سطروا ملاحم البطولة والصمود استعد هذا الأمر، خلينا نستعيد الثقة بنفسنا وانه نعرف انه بالفعل بيطلع معنا اكثر من هيك، يعني كانت قوانا مغيبه فاكتسبنا ثقه بنفسنا، ولكن اكتشفنا انه كان في يطلع معنا اكثر من هيك بكثير، ولكن نتيجه خلينا نقول نتيجه تشرذم الفصائل وكل واحد عدم مؤاخذه عدم وجود غرفه عمليات موحده للجميع او قائد واحد، هذا الشيء شتت الجهود، وهذا الشيء كان ميزه انه اكتسب النظام وروسيا اعتمدوا على الشيء هذا انه كانت فوق على الشيء هذا، ورغم كل طرائرات ورغم كل جبروت وقمة التوغل والتوحش والطغيان الروسي، الا انه الفصائل اذا توحدوا واذا بالفعل يعني كان في غرفه عمليات موحده بقائد واحد بامر واحد بغض النظر عن الداعمين، الداعمين مشتتين وهيك انه بدهم، والغرب خلينا نقول بعض الغرب المتآمر بجوز انه اشتغل حتى على النقطه هاي انه تشتت الداعمين يؤدي الى تشتت النتيجه تشتت الفصائل. طبعا نحن طبعا سوى رضيع عن افعالهم عن اعمالهم يعني عن الارض وصمودهم لا شك الله يعطيهم الف عافيه، ولكن فيه يطلع بيدهم اكثر من هيك بكثير اذا ما توحدوا وكله تظافرت الجهود، ونتمنى بعدين وين فصائل درعا؟ فصائل درعا يعني كانت شادي عندنا كتف منيح، وين اليوم؟ وين جيش الاسلام بالغوطه؟ بداريه ضلت محاصره سنوات اخر شيء سلموا، هاي كلها كانت ضربات في خاصره الثوره، ولكن فيش نقطة مهمة اللي احنا استعدنا ثقتنا بنفسنا انه اذا توحدنا بنشتغل وبنحرر وما بنسأل احد خالص. هل ترى ان صمود الجيش الحر وامتصاص الصدمة سيقلب الموازين؟ لا شك هو قلب موازين مو سيقلب. انا اليوم مثلا انا موجود بسوريا، انا لما يكون تصير الصدمة واستعدنا الثقة بنفسنا ما اليوم مش كنت الشعب السوري وجود كله مهجر وهارب وما ضل حدا بسوريا، كانوا سلموها والامور خالصة، بس نتيجة صمود الجيش الحر والثوار على الأرض خلانا نستعيد ثقة بنفسنا إنه نحن ما قليلين، في قوة في رجال أبطال يقاتلوا، ما عليش تجي روسيا بكل قوتها بكل طغيانها، نحن اليوم اتضح يعني إنه أمشي ثقة بالنفس، لما نحن عرفنا إنه لو توكلنا على الله وتوكلنا على أنفسنا وصار في شوية توحد بالفصائل، يعني على سبيل المثال مثلا جيش الفتح صار في شوية توحد عملوا المستحيل صدوا قوة عظمى روسيا، ما في قوة الله روسيا إنه دولة عابرة، روسيا بالآخر قوة وصدوها، وهالشيء إن شاء الله لمتفائل لحنا منصورين وصامدين وما في قوة بالأرض بتحسن يعني أنه تخلينا نتنازل أو ننهزم، ولكن لحنا بدنا نقلل من الخسائر من التضحيات، عرفت كيف؟ كل ما توحدت الفصائل كل ما اشتغلوا يعني نختصر المسافة، وين اليوم فصائل الدرعة فصائل الغوطة فصائل غيرها سواتها وينها؟ طيب يومنا مين اليوم في عنا بس نجبها وبتعم يشتغلوا الباقي؟ نحن بنطلب بنطالبهم انه هن يشتغلوا انه يتوحدوا انه يلصقوا طيب مع بعضهم.